صباح الخير للجميع. دعونا نبدأ هذا النهار. دكتور ميشيل صنصور نائب الرئيس التنفيذي لجامعة بيت لحم، دكتورة آيرين هزو نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، السيد عيسى ديب ضيفنا الكريم وحيتحدث باسم الخريجين اليوم، الحضور الكرام مع حفظ الألقاب. تحتفل جامعة بيت لحم في هذا العام الأكاديمي بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسها، وفي خضم احتفالات كلية العلوم بهذه المناسبة لم يغب عن بالنا أن نتشارك معكم بذكريات عشناها أثناء الدراسة في هذه الكلية. وكم جميل أن نراكم اليوم في جامعتكم. أعزائي الحضور، بالأمس كنا طلاب في كلية العلوم، وكلنا نستذكر لحظات قبولنا في هذه الكلية، وإن مر زمن طويل عليها عند البعض منا، والآن كل منا وصل إلى مرحلة لعب فيها وما زال يلعب دورا أساسيا في المجتمع. فشعارنا لهذا اليوم: خرجوا الأمس رواد اليوم. فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وزميلاتي الذين بعضهم كان أساتذتي، اسمحوا لي أن أرحب بكم بهذا اليوم، فدعونا نتشارك بكثير من الذكريات، وبنفس الوقت نود أن يشاركنا كل خريج وخريجة بنظرة سريعة عما يصبو أن تكون كلية العلوم في جامعة بيت لحم عليه مستقبلا. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم.